للحديث عن مباراة الريال وبايرن ميونخ تنضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت ليال التيماني الصحفية الرياضية. أهلا بك ليال في هذه الجولة الرياضية. يعني بداية، كيف تتابعين هذه المباراة، المباراة ما بين ريال مدريد وبايرن، من كل ما تحمله من تاريخ وقوة، وربما هي المباراة الأبرز هذا الموسم في الشامبيونز ليج، ماذا تتوقعين منها؟ مرحبا جميعا. طبعا هذه المباراة هي كلاسيكو أوروبا، من أقوى مباريات دوري الأبطال، بل هي المبارزة والمواجهة الأقوى في أوروبا بين ناديين عريقين لهما تاريخ كبير جدا. كان ريال مدريد صاحب 13 بطولة في دوري الأبطال، أو حتى بايرن ميونخ الذي يملك 6، وبالتالي هما من الأندية القديمة جدا في هذه البطولة، وأنسى قوة كل من هذين الفريقين. هذه مواجهة انتظرها المشجعون منذ زمن، ولكن اليوم تتواجد في ظروف ربما صعبة نوعا ما للفريقين، فجميعا نعلم الوضع الصعب والموسم الأكثر من سيء، وربما هو الموسم الأسوأ لبايرن ميونخ منذ سنوات طويلة جدا جدا، بحيث أنه يعاني من مشاكل مع المدرب المقيل والذي سوف يغادر في الصيف، بالإضافة للإصابات والغيابات التي عانت منها من أسماء أساسية. أما ريال مدريد فوضعه ليس بالممتاز، ولكن أفضل من بايرن نوعا ما. يعاني دفاعيا، لديه بعض التراجع في بعض المراكز، ولكن من النظرة الخارجية يبدو ريال مدريد الأفضل المرشح. يعني الريال دائما حتى وإن كان في ظروف صعبة، دائما هذه البطولة هو يعرف كيف يلعب فيها ويعرف كيف يصل إلى النهائي بصرف النظر عن ظروفه الفنية على مدار الموسم. كيف يمكن للبايرن أن يتعامل مع الريال وأن يستغل أن المباراة الأولى في الأليانز أرينا على ملعب البايرن ميونخ، وما هي نقاط الضعف التي من الممكن أن يركز عليها البايرن في هذه المباراة ليستغل هذه المباراة؟ عليه أن يسجل أهداف عديدة، عليه أن يمسك زمام الأمور في هذه المباراة، وأن يبتعد عن أي أعمال يعني عشوائية كثيرة من بعض اللاعبين، ككلمة مثلا الذي هو يعني عصبي بشكل كبير، واستبداله سيؤدي إلى أخذ بطاقة. مشكلة بايرن أنه دائما في هكذا المباريات يعني يؤذي نفسه بنفسه، فعليه تسجيل الأهداف، الابتعاد عن أخذ البطاقات وارتكاب الأخطاء في هكذا المباراة مهمة جدا، مع ترتيب دفاعي قوي جدا، وتحديدا العمل على الأجنحة لإيقاف فينيسيوس، لأنه يعني هو يعني الجناح المميز في ريال مدريد. ولكن كما قلنا أن بايرن هو ليس أيضا من الذي يستاهل، ففي المباريات الأخيرة في دوري الأبطال شاهدنا أنه يعني من أقوى وأفضل المباريات التي لعبها خلال هذا الموسم، فهو ليس الفريق يستاهل أيضا بفورمة يفاجئ ريال مدريد. تخيل الذي لم يخسر إلا مرة واحدة مع ثلاث أندية أم هذا النادي، لذلك تخيل دائما ما يعاني ريال مدريد في مواجهته، لنرى إن كان هذا الأمر سيحصل اليوم. نعم، أشكرك شكرا جزيلا من العاصمة اللبنانية بيروت ليال التيماني الصحفية الرياضية.